والآن إلى جولة على المشهد السياسي مع الزميلة رواند بودرغم. يعني قبل 48 ساعة رواند من موعد الجلسة، طبعا الأمور عم تتسارع، الوتيرة عم تتسارع، وبالتالي في محصلة جديدة من المواقف معك. أكيد رح نشوف تفاصيلها هلا. وأهم يعني السجال المفتعل ما بين وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، رح نشوف تفاصيله هلا. تفضلي. يجلس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المستقيل وليد جنبلاط منتظرا انتهاء الأسبوعين ليتحرر من السياسة ويرتاح. وقال للجديد بأن نجله تيمور جنبلاط لم يطلب موعدا من الرئيس نبيه بري حتى يتم رفض أعطائه. وبعد الجلسة منشوف مصادر الرئيس نبيه بري تؤكد للجديد أن العلاقة بينه وجنبلاط لا تتوقف على التباينات. صحيح أننا نختلف في الموقف الرئاسي حاليا، إنما لا نختلف على العلاقة وضرورة استمرارها وبقائها وتطويرها. أما فكرة عدم إعطاء بري موعدا لجنبلاط وغيره فغير واردة أبدا. وقالت هذه المصادر أن عين التين بدأت تتلقى رسائل تطمينية من جنبلاط منذ الأمس بإصراره على التوافق واستحالة وصول جهاد أزعور إلى سدة الرئاسة، وأن قراره ينسجم مع المسيحيين لدقة الموقف، لذلك فما رح تخرب الدنيا وفق توصيف المصدر. في الداخل اللبناني المشهدية الرئاسية واضحة بعدم القدرة على إنتاج رئيس للجمهورية في جلسة الأربعاء، وتبقى اجتماعات قوى المعارضة مفتوحة تحضيرا لمعركة الجلسة الانتخابية. وتقول مصادر مشاركة فيها أن هذه الاجتماعات تجرى عبر تطبيق زوم لدواعي أمنية، ويشارك فيها الكتائب والقوات وبعض المستقلين والتغييريين المنضوين تحت مظلة التقاطع. كتلة نواب التغيير منقسمة بين التصويت لمرشح المعارضة جهاد أزعور وبين الخيار الثالث أو الورقة البيضاء. واللقاء النيابي المستقل أخذ قراره بانتهاج شعار وطني في الدورة الأولى، وبعدها سيطير نصاب الدورة الثانية. ففي ظل الانغلاق الداخلي والتأزم السياسي والاصطفاف الطائفي الذي يسبق انعقاد الجلسة، تنشط الحركة الدبلوماسية على صعيد التواصل السعودي الفرنسي وترقب عودة الوفد القطري إلى لبنان لاستكمال حراكه الرئاسي، وانتقال السفيرة الفرنسية أنغريو بين المقار لإبلاغهم بموعد حضور الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الوزير السابق جان إيف لودريون بعد جلسة الأربعاء. استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية عرضه الرئيس خلال استقباله السفيرة الفرنسية في لبنان أن غريول التي غادرت دون الإدلاء بتصريح. غريول التقت أيضا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب، الذي أعلن في دردشة مع الصحفيين أنه تبلغ من غريول أن زيارة الموفد الفرنسي الوزير جان إيف لودريون في القريب العاجل، لكن بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل. وبعد كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عاشية ذكرى مجزرة إهدن عن انفتاحه على الحوار الوطني الشامل الذي لا يلغي أحدا، اعتبر البعض في كلامه مقدمة لسحب ترشيحه، إلا أن الوزير السابق يوسف سعادي أكد عبر الحدث أن لا نية أبدا لدى حزب الله أو سليمان فرنجية بالانسحاب من السباق الرئاسي، وقال لا يراهن أحد على ذلك. محاولة حرق اثنين، محاولة، ولكن جهاد أزعور أكيد ما رح يعمل رئيس جمهورية، هن عارفين كثير منيح هيك ومتأكدين هيك، ومش همهم إذا إنه يعمل أو ما عمل، هن بهمهم يضربوا ترشيح سليمان فرنجية، الوزير بيصير بشكل واضح بشكل واضح وبالمعلومات وبالتحليل وبالقراءة عم بيقول إنه أنا بدي أتقاطع مع حزب الله على اسم، بده من حزب الله إنه يتنازل عن سليمان فرنجية ويروح على حوار هوية. يعني هو اللي عم بيحط الشرط المسبق، مش الحزب والرئيس بري عم بيحطوا الشروط المسبقة. نحن مع الحوار دائما، امبارح مع الحوار واليوم مع الحوار وبكرة رح نضل مع الحوار شو ما كانت الظروف. أما نحن كسليمان فرنجي وكمرة دخلنا، إذا في توافق وطني كبير على اسم نحن فينا نمنعه؟ فينا نعطله؟ نحن ما بندعي مثل غيرنا، ما عندنا هيدا الادعاء، ما فينا نعطله. ولكن إذا المطلوب أنه نحن ننسحب تينبسط فلان او فلان يعتبر انه انا كسرت، يعني هيك يقول انا كسرت سليمان فرنجية، لا ما رح تصير. نحن ما رح ننسحب من المعركه، نحن بنعتبر انه سليمان فرنجية عنده كل المقومات بانه يكون رئيس جمهوريه، عنده كل المؤهلات انه يكون رئيس جمهوريه، ومقتنعين ومؤمنين بانه اذا عمل رئيس جمهوريه هو مشروع انقاذي للبنان، وبالتالي نحن ما رح ننسحب من المعركه. هيدي تكون واضحه عندهم، يحطوها ويسجلوها. يعني هيدا بالشكل الطبيعي. أوكي. بس ماذا لو احرجتم؟
في شيء بيحرجكم غير الاتفاق على مرشح ثالث؟ ما في شيء. اتفاق وطني على مرشح ثالث. إذا صارت تسوية وطنية وإقليمية ودولية، نحن ساعتها ما فينا، ما بنقدر نعطلها ولا بدنا نعطلها إذا بتصير. ولكن إذا المطلوب إنه نحن ننسحب تنريح الشباب يروحوا يعملوا اتفاق مع حزب الله، مش رح ننسحب ابدا. وبرايي انا وبمعطياتي انه الحزب ما رح يتنازل عن ترشيح سليمان فرنجي، وهذا مش رايي، هذا كلام اللي عم بيقولوه وعم بيحكوه. النائب الياس الجرادي قال عبر هنا بيروت ان البعض يضع الناس امام خيارين، واي شخص لديه خيار اخر يصبح بمكانه الخائن. واضاف جرادي: اعطيناهم ذريعه التعطيل لعدم انتخاب ازعور، لذلك نحن نسال هل ان ترشيحه كان من اجل ايصاله ام من اجل الضغط على الاخرين؟ أنا بالنسبة لي قراري واضح منذ أشهر ومنذ بداية المشهد الانتخابي. أكيد بعتقد نتيجة الوضوح الرؤية وبعنا ملتزمين فيها وما غيرنا عنها، أعلناها صراحة قلنا أكيد لا مقاطعة على جلسات النواب. نعم. أكيد ما في ورقة بيضاء، وأكيد موقفنا بده يبقى صريح ومتماهي مع قناعاتنا ومع قناعات من انتخبونا. عم نقسم الناس بين رأيين وكأنه ليس هنالك رأي ثالث، وكل أحد برات الاصطفاف بالرأيين هو بمكان الخائن. يا عمي بالسياسة فيها تنوع، وين الديمقراطية؟ عم يخيرونا بين واحد واثنين، أنا كنت شايفهم ما في خيارين، يعني هني ما أعطوا خيارين لحتى نختار بيناتهم. نعم. يعني أول خيار رحنا فيه اللي حاطينه هلا الأستاذ جهاد أزعور، طيب مع كل الزخم اللي عم صف له إياه، ما نحن أعطيناهم التبرير لحتى ما ينتخبوه. يعني إحنا نفس الفريق كان عم ينادي من كم يوم انه اذا بتجيبوا بمرشحكم يوصل لحدود ال 64 نحن رح نقاطع بالثلث المعطل. اعطيناهم تبرير سهل جدا هلا وما عاد فينا نقول لهم ليش بتقاطعوا. نعم. لانه نحن اعطيناهم هالتبرير، يعني نحن رايحين على عدم ايصاله. هل هو مرشح ليوصل كان او هو مرشح فقط لحتى نعمل عمليه ضغط فيه؟ اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الفريق الآخر لا يريد أن يصل جهاد أزعور إلى رئاسة الجمهورية، وإنما يستخدمونه فقط لمنع وصول مرشح المقاومة. ينافس أهل المقاومة جماعة من اللبنانيين ممن يرشحون ويدعمون شخصا لا يريدونه أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، وإنما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشح المقاومة. طيب هيدي روح إيجابية وهيدي روح سلبية بالتعاطي. في الشراكة الوطنية نحن نفكر إيجابا على أن الشراكة الوطنية هي تحقيق لمصالح اللبنانيين جميعا دون تمييز، لكن الآخرين الذين يفكرون يفهمون الشراكة الوطنية استخدام لفريق آخر من اللبنانيين من أجل أن يحققوا مصالحهم الخاصة على حساب كل اللبنانيين. هاي الشراكة بمفهوم الآخرين. الرئيس السابق ميشيل عون غرد عبر تويتر: نظامنا ديمقراطي ودستورنا يكفل حرية الرأي، وعليه فإن من حق كل فريق سياسي أن يكون لديه مرشح رئاسي من دون أن يستجر ذلك خطاب التخوين والتهديد والويل والثبور وعظائم الأمور. إن احترام الآخر وحقوقه هو في أساس الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ومن يريد الوطن لا بد أن يحترم هذه المبادئ. الصحفي سامي كليب غرد عبر تويتر: سألت اليوم الرئيس ميشيل عون عن كيفية الخروج من الانسداد الرئاسي وعن احتمال عودة تقارب التيار مع حزب الله. بدا عون عاتبا على الحزب وقال: أنا لم أقصر معهم لا في حرب تموز ولا في الحرص على المقاومة ولا في مواجهة داعش. وأضاف: أنا لم أقل شيئا ضدهم، فهل لغة التخوين والتهديد عبر الصحف هي المكافأة؟ قلت للرئيس: لكن جبران باسيل رفع اللهجة فأجاب: جبران
جبران يتحدث بالسياسة، ونحن والسيد نصر الله اتفقنا مرارا على أن الخلاف بالسياسة لا يلغي الصداقة، فهل يعقل أن نتهم بالخيانة لمجرد رفضنا مرشحا مفروضا؟ فقلت كيف الخروج من هذه المشكلة؟ أجاب عون: نحن لم نبدأ بها، والديمقراطية تفترض حرية الخيار، وعلى الطرف الآخر أن يخطو الخطوة الأولى صوب الحل. وعن لقائه بالرئيس الأسد وعما إذا كانت سوريا تضغط الانتخاب الفرنجي قال: لم أشعر بأي ضغط، ولم نتطرق إلى هذه القضية إلا على نحو عابر. والرئيس السوري قال لي أكثر من مرة إنهم لا يتدخلون بالرئاسة ولا يريدون التدخل. ومن جهته قال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن الوضع في لبنان مزر، فبعد أكثر من 7 أشهر على الفراغ الرئاسي وصلنا إلى تقاطعات حول المرشح الرئاسي بعيدا عن تحدي أحد أو تسجيل نقاط، وهو لم يكن مرشحنا علما أن السيد أزعور التقى مسؤولين في حزب الله كما التقى الرئيس بري، لكن النتيجة كانت ردة فعل غريبة عجيبة من الممانعة لم نفهم رأسها من كعبها، ومن عناوينها عدم القبول بمرشح تفرضه تل أبيب، هذا ما صرح به أمس المفتي أحمد قبلان، وأن أزعور طبخة أمريكية بين القوات والتيار، علما أننا نفتش بالسراج والفتيل عن الأمريكيين فلا نجدهم. بصراحة إن ردة الفعل هذه تقودنا إلى استنتاج بسيط وواضح، أن محور الممانعة وعلى رأسه حزب الله يريد فرض الشخص الذي يريدون أو عمر ما تكون رئاسة، ما يعني ضرب اللعبة الديمقراطية والشراكة الوطنية. وردا على سؤال قال جعجع في حوار مع نداء الوطن: إذا شعر فريق الممانعة أن عدد الأصوات التي سينالها مرشحهم غير وازن سيلجؤون كما صرح أحد قيادييه إلى تعطيل نصاب جلسة الأربعاء، ليس فقط الثانية ولكن الأولى أيضا، كما لم يستبعد جعجع لجوء هذا الفريق إلى وسائل أخرى للتعطيل. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. شادي عودة. يعطيك العافية رواند.